الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا التحية واجبة لأهلنا جميعا، كل أهلنا في ولاية نهر النيل، ولاية الشهامة، ولاية الأبطال، ولاية نهر النيل، رجال موجودين في كل السودان. ولاية نهر النيل ظلت تقدم المثل الأعلى في التضحية وفي إظهار الصفات النبيلة لأهلها. في كل مكان مشينا في السودان لقينا إنسان نهر النيل، في كل مكان. أنا قعدت 12 سنة في دارفور، في كل مكان محل مشيت لقيت ناس نهر النيل. 8 سنين في الجنوب، في كل مكان مشيت لقيت ناس نهر النيل. 7 سنين في الشرق لقيت ناس نهر النيل، في كل مكان، في كل مكان بنلقاهم دائما. هم بيقدموا القدوة في التعامل، القدوة في التسامح، القدوة في التعامل الراغي مع كل الناس، مع كل البشر. لهم منا كل التحية ولهم منا كل التجلة. عندهم ادوار قوية وعظيمة في تاريخ السودان، في نهضة السودان، في كل مكان في السودان. لكم منا جميعا كل التحية. وجيتكم الليلة دي عشان تشهدوا هذا الصلح، برضو دليل على انكم حريصين على ارساء قيم العدل وقيم التسامح وقيم الاخاء. لكم الشكر ولكم الشكر ولكم الشكر. ايضا الشكر خاص مننا لأهلكم، اهل القتيل، اهل المتوفي، اهل المرحوم. ايضا نشكرهم على السير على نفس نهج اهل ولاية نهر النيل في العفو والتسامح. ونتمنى ان هذا الامر وهذا الموضوع بهذه الرمزية الكبيرة يبقى قدوة لنا، قدوة لكل السودان. كما ذكرت ناس نهر النيل هم قدوة بدون تحيز، وبدون تحيز لهم هم والله قدوة. محل ما مشينا لقيناهم قدام الناس، ومحل ما مشينا لقيناهم هم قدوة، وهم دائما بيقدموا النموذج الصالح. وغير بناء الوطن وغير بناء السودان ما عندهم هم. لكم منا كل التحية. ايضا في هذا المقام نشكر اخواننا المنظمين لهذا اللقاء، لانه بذكرونا ايضا بمعاني التسامح. ايضا في هذا المقام يجب ان نشكر شهدائنا جميعا، شهداء السودان اللي قدموا ارواحهم في كل مكان، واخرهم شهداء الثورة. الثورة الان نحن بنتفيأ ظلالها. هذه الثورة وهذا التغيير يا اخوان تغيير حقيقي، تغيير حقيقي فيه تكامل لادوار الشعب والقوات المسلحة. ونحن جادين من خلاله نطلع بلدنا من الحروبات ومن الاقتتال ومن الظلم ومن الجهالة لبر الامان وبر المستقبل. مطلوب منكم ادوار كبيرة عشان نحمي هذه الثورة. تحتاج الثورة لجهدكم جميعا. يجب ان تجتهدوا جميعا عشان تطلعوا لهذا البلاد. يجب ان تلتفوا حول حكومتكم، حكومة الفترة الانتقالية. نحن في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء وفي كل اقسام الحكومة وفي كل اجسام الهيئة الحاكمة في المرحلة الانتقالية نعمل سويا بيد واحدة وبقلب واحد. ما عندنا هم غير اننا نجنب هذه البلاد ما يمكن ان تقع فيه من مهالك. انتم مطلوب منكم هنا في جند بالذات في الولاية دي، نعلم ان هنالك مشاكل في الوقود، هنالك مشاكل في الخبز، هنالك مشاكل في كل شيء. انتم عندكم دور، عندكم دور كبير في انكم تراقبوا الدقيق وتراقبوا الخبز وتراقبوا كل زول نفسه سيئة ما بدور الخير لاخوانه. الناس يجب ان يقيفوا ضده كلهم. الخير الموجود عندنا ده بيكفينا كلنا. الولاية دي الخير اللي فيها بيكفي كل السودان. الولاية دي الخير اللي فيها بكل كل في السودان. يجب ان نحن نعمل جميعا بيد واحدة
عشان ننقذ البلد. البلد الآن بتمر بمرحلة حرجة تحتاج إلى تكاتف الجميع، تحتاج إلى تعاضد الجميع. يجب أن نعمل جميعا عشان نفوت الفرصة على المتربصين ببلدنا والمتربصين بأمننا والدارين. اجهضوا الثورة واجهضوا جهد الجميع. نحن من هذا المقام بنأكد لكم أنه نحن ساعين في أن نحقق السلام، ساعين في أن نستقبل أخواننا الحملوا السلاح طويل السنين الماضية. نحن بنقول لهم مرحب، تعالوا عشان تشاركوا معنا في بناء السودان. نحن جاهزين في أننا نحمي هذه الثورة ونعمل جميعا، لأنه أهداف الثورة أهداف نبيلة خرجت من أجل الشعب السوداني. فيجب علينا جميعا أن نلتف ونتحد من أجل تحقيق أهدافها، اللي هي بتبدأ بأننا نوفر العيش لأهلنا الكريم ده، وبتبدأ بأننا نحارب الفساد ونحارب الأسلوبية ونحارب كل عادة سيئة وكل احتكار، كل عادة سيئة كانت تمارس في الماضي. يجب أن نعمل جميعا من أجل بناء يتساوى فيه الجميع، الجميع مساوين فيه، وكلنا لنا نفس الحقوق ولنا نفس الواجبات. التحية لكم جميعا، وأشكر جهدكم وأشكر حضوركم وأشكر إشراككم كلكم في هذا الصلح اللي بنقدمه هدية الآن مع معانا أخونا وزير العدل ومعانا وزير ديوان الحكم الاتحادي. نعلم نقول لهم النهج اللي ابتدروه أهلنا كلهم في السودان، والآن فيه نموذج هنا في ولاية نهر النيل. نحن لأنه يكون ده شيمة من شيمات العهد المقبل، التسامح والتراضي والتعافي عشان نقدر ننهض ببلدنا. نحن ما بنخسر لو تعافينا، بل بنربح. ما بنخسر أبدا لو تعافينا ولو تسامحنا ولو تصالحنا. البلد محتاجة لسواعدنا كلنا، سواعدنا كلنا. لو سواعدنا ما اتحدت فيها ما بنقدر نعبر بها. لكم التحية ولكم التجلة، ونكرر تاني تهنئتنا لكم بما قدمتوه من نموذج لشعب السودان ونموذج لكل السودان. ايضا في هذا المقام نحيي اخونا الوالي والي الولاية. هذا الوالي يعمل بجهدكم، ما بيعمل براه. انتوا ساعدتوه وانتوا واقفين معاه، ويجب ان كلكم تلتفوا في هذا الامر. كلنا يجب ان نقيف في وجه كل مفسد، نقيف في وجه كل ظالم، نقيف في وجه كل زول قاعد ياكل حقنا وبشيل حقنا. نحن كلنا نقيف في وجههم. لو ما وقفنا في وجههم يا جماعة وتضر سترنا عليهم، كلنا بنعرف. لو مشينا هنا ده برا عارفين اللي بيشيل الدقيق منو بيبيع في السوق الاسود، وعارفين اللي بيبيع الدجاج منو في السوق الاسود، وعارفين اللي بياكل حقنا. بنعاين له وبنسكت، ما دارين نسكت، ما انا دارين نسكت عن حقنا. كلنا نتكاتف. اللجان الاشار لها قبل اخونا وزير وزير الشؤون الدينية، يجب انها تكون عون 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 من اجل عون وتعاون تساعد الحاكم وتساعد القائمين على امر هذه البلاد. نحن بنعدكم باننا نقيف على مشاكلكم، ونقيف على حق السودان، ونقيف على حق اهل السودان، ونقدم روحنا، نقدم روحنا دي الليله دي قبال بكره، فانه البلد دي تظل متماسكه وتظل موحده وتظل محافظين عليها كما تعاهدنا سابقا. نحن بنحييكم وبنقول لكم ضربتوا مثل وقدمت نموذج طيب للشعب السوداني، ونموذج يحتذى. ونحن بنناشد اخواننا كلهم اللي عندهم مشاكل. نعلم الان توجد مشاكل في شرق في شرق في في اخواتنا في الغرب هناك، في مشكله بتاعت برضه مشكله بتاعت قتل. هنا في الميسكتاب عندنا مشكله، في جنوب نهر النيل عندنا مشكله. نحن دارين كل مشاكلنا يا جماعه نخطها في الواطه، ونتسامح ونتعافى ونتراضى، وكسبانين كلنا كسبانين. كل ذول يعفو كسبان، كل زول يعفو كسبان، يكسب رضا الله ويكسب رضا الناس الساكن معاهم. لكم كل التحية ولكم كل التقدير، ونتمنى انه ربنا يحفظكم وربنا يزيم عليكم فضلكم الظللت تقدموه كما ذكرت سابقا. انا في محافظة جنقلة في جنوب السودان السابق في منطقة فنجاق، لقيت واحد اهله من الجوير قاعد هناك فاتح له خلوة وبعلم الناس وبيز بيناتهم التسامح. هسه احنا الليلة قاعدين بصدده. نحن بنحييكم وبنشكركم وبنقول لكم هذا الامر حقكم، حقكم انتم ديل اهل السودان، وحقكم انتم اهل ولاية نهر النيل. لكم منا كل التحية ولكم منا كل التقدير. ربنا يجزيكم خير، ونكرر شكرنا لأهلنا اللي سامحوا واللي صافوا، ونقول لهم نحن حنقف معاكم عشان تنسوا الجراح وعشان تنسوا الآلام اللي سببت. والوقفة دي كافية لأنها تعينكم وتشد من أجركم.
ربنا يديكم العافية ويجزيكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة بيني أهبي اللي جابوا النصر عجبوه نكالوا العين للمطقمين. الليلة بيني أهبي اللي جابوا النصر الليلة بيني أبي اللي جابوا النصر عجبوهني قالوا العين للمطقمين. الليلة بيني أبي اللي جابوا النصر عجبوهني قالوا العين للمطقمين. وقت البهرود علب للمطقمين، أخم سليخ تلب للمطقمين. الليلة بيني أبي اللي جابوا النصر عجبوهني قالوا العين للمطقمين. جاي سيفه بيتقلب للمطقمين، الفي وجه اللي قرب للمطقمين. من وقت البهرود علب للمطقمين، اخم سليخ تلب للمطقمين. يا سيفه بيتقلب للمطقمين، الفي وجه اللي قرب للمطقمين. من وقت السلاح رزا للمطقمين، اخو البنات هزا للمطقمين. امين خصيم ما فزا للمطقمين، يموت فوق عزة للمطقمين. يا خاصة لمراسم الصلح والعفو بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة بحضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي بمدينة شندي بولاية نهر النيل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم.